السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتعرفوا على كيفاش انك تربح من اليوتيوب ودير قناه من صفر مشتركين وتطلع على اكبر عدد ديال المشتركين ولا الاف المشتركين، وتخطى الشروط ديال جوجل ادسنس الا بغيتي تربطوا مع القناه وتحقق الدخل اللي هو 1000 مشترك و 4000 ساعه مشاهده او 240 او 250 الف دقيقه. اليوم غادي نعلمكم كيفاش انكم تريشارجيو فيديوهات من اليوتيوب وترفعوهم على القناه ديالكم وتخليوا القناه كبيره. بطبيعة الحال ما غاديش نخالفوا قوانين وارشادات المنتدى او لا قوانين او شروط اليوتيوب. اذا كيفاش انت كتقول لينا اننا غنتريشارجيو فيديوهات ونعاودو نرفعوها في القناة وفي نفس الوقت ما غاديش نخالفوا القوانين اللي كتقول لك ما خصكش تريشارجي فيديوهات ديال الناس وترفعهم في القناة؟ هاد شروط اليوتيوب اللي كتفرض عليك انك دير واحد الكونتينيو ولا واحد المحتوى خاص بك انت، ما تنتهكش حقوق الملكية ديال الاخرين. اذا كيفاش انك تخطى هاد الشروط تقدر انك ما دير حتى شي محتوى وترفعه على ديرك وبدون انتهاك اي حقوق ملكيه؟ الطريقه اللي كتستخدم هي بسيطه جدا، ولكن خاصك تفرق ما بين جوج ديال الانواع. كاين النوع الاول اللي هو الطريقه البسيطه اللي ملي كيقول لنا ريوسنا اننا نتيشارجيو فيديو ونرفعوه في القناه. كما كتلاقى مع بزاف الاصدقاء ديالي كيقولوا لي عندي قناه جديده بغيت نربح منها، يلا رفعت فيها شي فيديوهات. كنقول ليه شمن نيتش هذا، شمن مجال؟ كيقول لك كندير فيديوهات ديال الكره، ولا الاخر كيقول لك فيديوهات ديال الضحك. كنقول ليه كيفاش كتصور هاد الفيديوهات؟ كيقول لك لا كنتيشارجيهم من اليوتيوب وكنعاود نلوحهم. كنقول ليه واش انت واش باغي شي كآبه نفسيه؟ بغيتي واقيلا شي حد في القناه؟ لا، يعني اليوتيوب ملي كدير واحد ثلاثة المخالفات كتحذف لك القناة نهائيا وبجميع الفيديوهات وما تقدرش تسترجعها لأنك خالفتي شروط، هذا مخالف. ولكن الطريقة الثانية اللي هو غير مخالف أنك تريشارجي محتوى معين، يعني واحد المحتوى خاص وتعاود ترفعه، هنا ما كيحاسبك حتى واحد على الحقوق ديالو. كيفاش غادي نديرو؟ وشناهي الطريقة البسيطة اللي تقدر أننا تخلينا نأفونسيو في واحد القناة اللي هي بسيطة وصغيرة تن واحد القناة كبيرة وعندها واحد القاعدة جماهيرية كبيرة؟ طريقة بسيطة جدا. كاين واحد الشيء كيتسمى المحتوى المرخص بترخيص الكريتيف كومنت، ترخيص إعادة الاستعمال أو إعادة الاستخدام التجاري، يعني تقدر أنك تستثمره من بعد وتحقق منه مداخل. هذا المحتوى كيكون في قنوات عديدة أجنبية وعربية وغيرها في اليوتيوب. إلا بغيتي تبحث عليها يكفيك أنك تبحث في اليوتيوب على أي كلمة، مثلا كلمة يوتيوب أو كلمة ربح أو كلمة كرة أو كلمة كريستيانو رونالدو، كيخرجوا لك بزاف ديال النتائج ولا بزاف ديال نتائج البحث اللي هما فيديوهات. هنا ما تقدرش انك تريشارجي اي فيديو. الطريقه البسيطه اللي تحصل بها وعن طريقه عن الفيديوهات المرخصه بالكريتيف كومنس اتريبيوشن، غتمشيو لهذا البوطون اللي هو فيه التخي، غتكليكي عليه باش يفرز لك فيه مجموعه من الخيارات. تقدر انك تختار مثلا الفيديوهات طوال ولا فيديوهات قصار او الفيديوهات اللي ترفعوا في هذه السنه هذه ولا اللي قبل، ولا تبحث عن هذه الكلمه في القنوات ولا في الفيديوهات. حنا اللي كيهمنا في هذه الصفحه هو اننا نمشيو للكريتيف كومنس اتريبيوشن. ملي كنكليكو عليها كيخرجوا لنا نتائج اخرى او كيبقاو بعض النتائج اللي كيكونوا خرجوا لنا في اول مرحله. من بعد غادي تكليكي على اي فيديو من هذه النتائج، وباش نتاكدوا انه كريتيف كومنت اي تقدر انك تعاود تستخدمه تجاريا، كليكي عليه وتهبط الوصف او الديسكريبشن تحت داكشي اللي كاتب هو، غتلقى واحد الكتابه اللي هي رئيسيه من عند اليوتيوب دائما كتبقى. الى لقيتي ترخيص يوتيوب القياسي هنا ما تريشارجيش الفيديو. الى لقيتي كريتيف كومنت او صالح لاعاده الاستخدام هنا تريشارجي الفيديو وعاود رفعه في القناه ديالك، ورفعه في اي قناه بغيتي، ولكن بشرط انك حتى تدير في الترخيص كريتيف كومنتس باش الناس يستخدموه ايضا، لانه ماشي انت اللي قمت بانتاجه. هنا بطريقه بسيطه تقدر تيشارجي حتى 10000 فيديو او لا اكثر بدون انك تحرك اي كاميرا، بدون انك تحرك اي صباع في المونتاج. يكفيك انك تيشارجي فيديو وتعاود ترفعه في القناه على حسب النيتش. هنا يفضل انك تختار النيتش، نيتش محدد للقناه. مثلا من النيتشات اللي هي قليله واللي هي مربحه في اليوتيوب نيتش الالعاب. كاين بزاف ديال الشباب كيتريشارجيو فيديوهات بهذه الطريقه هذه ديال العاب الاطفال. كاين فيديوهات اجنبيه يعني بدون اتقان اي لغه. كاين فيديوهات ديال كيكونوا ريفيوز تويز اند جيمز، ريفيوز ومراجعات ديال اللعاب ديال الاطفال، كتيريشارجي هذوك اللي مرخصين بالكريتيف كومنتس وكتعاود
ابلوديهم في القناه ديالك في اليوتيوب. وهنا كتستهدف الاجانب باللغه الاجنبيه، وهذا الموضوع هذا غندير عليه حلقه اخرى ان شاء الله، كيفاش انك تستهدف الاجانب باللغه الانجليزيه وانت ما كتقن حتى حرف في اللغه الانجليزيه، وتقدر انك تافونسي في هذه القناه وتطلعها ان شاء الله بدون انك تكتب حتى شي حرف وبدون ما تنطق حتى شي حرف في الفيديوهات. اوكي، الشيء اللي بغيت ننبه ليه هو ان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الطريقه هذه ديال ترخيص اعاده الاستخدام في يوتيوب. انا شخصيا تحذفوا لي جوج القنوات في 2014 وفي 2016، الحمله ديال 2014 والحمله ديال 2016 تاع اليوتيوب تحذفوا لي جوج ديال القنوات. من بعد كريت واحد القناه هي مجله الاسرار. السبب باش تحذفوه هو انه كنت كنتريشارجي فيديوهات ولا كنستخدم فيديوهات اخرين في نفس في داخل الفيديو بدون اي حقوق وبدون اي ترخيص. هنا انتهكت حقوق الملكيه او حتى الملكيه الفكريه ديال الالفيه الثالثه اللي كيشدد عليها الاتحاد الاوروبي. داكشي علاش اليوتيوب كتناضل من اجل انهاء هذه الانتهاكات ديال الحقوق الملكيه. الشيء الاخر اللي خصني ننبه ليه اللي هو مهم هو انك مثلا عندك فيديوهات في اليوتيوب، رفعتي فيديوهات ولكن لقيتي فيديوهات ديالك عند ناس اخرين، قبل ما دير تقرير ولا رابور اليوتيوب باش انها تحذف هذاك الفيديو اللي ديالك، خاصك تاكد اولا انك ما دايرش ليه كرييتيف كومنت. لانك الا درتي ليه كرييتيف كومنت ومشيتي بلغتي بهذاك الشخص ومشيتي بلغتي بهذيك القناه وقلتي ليوتيوب انه انتهك حقوق ديالي، هنايا كيحكم اليوتيوب كيدير بحال واحد المحكمه وكيحكم لكم، كيشوف واش كان الفيديو كرييتيف كومنت قبل ما يرفعوا هذاك الشخص في القناه ديالو وعاد بدلتيه انت ورديتيه يوتيوب قياسي بعد ما كان كرييتيف كومنت. غادي يحكم اليوتيوب لصالح هذاك الشخص لانك انت درتي واحد الخطا، درتي الفيديو كرييتيف كومنت يعني انت اللي مذنب، وغادي يبقى هذاك الشخص كيربح من هذاك الفيديو وما غاديش يحذفه. اما الا كنتي دير لي ترخيص يوتيوب القياسي ما يقدرش انه يتيريشارجي ويرفعو. هذه الحاله هذه كتشوف اليوتيوب انه هذاك عنده واحد المخالفه وغادي تحذف ليه الفيديو، ويقدر الا كانوا عنده مخالفات اخرين انه تحذف ليه القناه نهائيا، وغادي يرجعوا لك جميع الحقوق ديالك. يعني طفت لي الكاميرا وقررت انني نكمل الفيديو كما كتشوفوا. جوج كلمات تبقاو اللي بغيت نقول لكم هو والله يوفقكم، استمروا وما تنسوش تشجعونا في هذه الدوره هذه المجانيه ديال الربح من اليوتيوب بالدارجه المغربيه. افضل دعم تقدروا تقدموه ليا هو الضغط على زر لايك جيم، تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال اليوتيوبرز. ما تعرف تفتح باب ديال الرزق لاي يوتيوبر مغربي ان شاء الله ولاي يوتيوبر مسلم في جميع انحاء العالم. شكرا لكم على المشاهده، كان معكم سعيد. واذا كانت هذه اول مره تشاهد حلقه ديالي تابونا في القناه واشترك وفعل زر الجرس باش يوصلوك تنبيهات واشعارات بالفيديوهات الجداد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم سعيد شو. اليوم غادي نتعرفوا على اهم خمسة اسباب اللي كيخليو القنوات ديال اليوتيوب ما كيحصلوش على مشاهدات. تقدر انك ترفع فيديوهات بزاف وتجي وتقول لي ما عنديش مشاهدات، علاش هذا عنده بزاف الفيديوهات في حالي ولكن عنده مشاهدات بزاف وانا ما عنديش مشاهدات. اذا شنو الاسباب ديال هاد النقصان المشاهدات وان الفيديوهات ديالك كتخدم عليهم وكتعب عليهم ولكن ما كاينينش مشاهدات، وكيفاش انا كتخطى هاد المشكلة هادي؟ كلشي غنتعرفوا عليه باش انك تحصل على الاف المشاهدات ان شاء الله في وقت قياسي باتباعك لهذه الاستراتيجيه البسيطه جدا اللي غادي تخدم عليها ان شاء الله غادي توفق فيها. نتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله. هو كيشد كيبدا يدير فيها كلمات بحال هكذا، تحميل ويندوز 10 مثلا كراك او لا سيريال ويندوز 10 كذا وكذا، كيبدا يكرر في الكلمات يكرر 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 باش انه هذاك الفيديو ديالو يحصل على مشاهدات كثار وبالتالي باش ينجح، ولكن عمره ما ينجح. الا حصلتك اليوتيوب كدير هاد السلوكيات هادي غادي تحذف لك القناه. ثاني حاجه ولا ثاني سبب هو تهيئه الفيديو لمحركات البحث. شنو كيعني بتهيئه الفيديو لمحركات البحث او لا الاس اي او؟ الاس اي او هي اختصار لكلمه سيرش انجين اوبتمايزيشن، هو انك كتوجه واحد المحتوى كتبين لمحركات البحث ان هذا المحتوى كيتكلم على هذا الموضوع، وهذا المحتوى بغيتو يطلع لهذوك الناس اللي كيقلبوا على هذا الموضوع. فهمتي؟ مثلا كدير ويندوز كتشرح ويندوز 10 كتهيئ الفيديو لهذاك الموضوع. مثلا كيفاش انا كتبين اليوتيوب ان هذا الفيديو كيتكلم عليه؟ عن طريق العنوان، انك تضيف كلمات دلاليه كيبحثوا عليها الناس. يمكن لك تستعن ببعض الادوات اللي هي مثلا
كيورد بلانر من جوجل ادوردز اللي تكلمنا عليه الحلقه الفايته. كاين واحد الاداه مجانيه من جوجل ادوردز تقدر انك تقلب فيها على الكلمات البحثيه او الكلمات المفتاحيه اللي كيقلبوا عليها الناس او اللي كيقلبوا بها بزاف الناس عليها عمليات بحث شهريه كبيره. تقدر انك تستهدفها باش تجلب مشاهدات الفيديوهات ديالك.